السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده استكمال الفيديوهات اللي كان بدأها محمد كامل، اللي بنشرح فيها حاجات متعلقة بالأنالوج إلكترونيكس، وإن شاء الله يبقى في فيديوهات تانية الفترة الجاية. نشرح إيه في الفيديو ده؟ إن شاء الله نشرح إزاي نعمل ترانزيانت أناليس على كيدنس. أولا، إيه هو الترانزيانت أناليس؟ الترانزيانت أناليس ده بنستخدمه عشان نشوف إزاي أي حاجة إزاي بتتغير مع التايم. الحاجة دي ممكن تبقى فولتج أو كارنت أو أوبريتنج بوينت بتاع ترانزستور. طيب عشان نبدأ نشرح الترانزيانت أناليسيس، عملنا مثال بسيط عبارة عن إنفرتر، والإنبوت بتاعه عبارة عن ساين ويف، الفريكونسي بتاعه 1 كيلو، وبتتغير من 0 لـ 1.2. طيب إزاي نعمل ترانزيانت أناليسيس؟ أول حاجة هندوس لونش ADAL، بعد كده تشوز أناليسيس ترانزيانت اللي هي أول واحدة. اول حاجه اللي هي الستوب تايم، ده التايم اللي احنا هنوقف عنده الترانزينت اناليسيس بتاعنا. فاحنا الانبوت بتاعنا 1 كيلو، فانا هختار 1 ملي سكند عشان نشوف بيريد واحده من الانبوت. الاكيورسي، في 3 انواع من الاكيورسي: كونزرفاتيف ومودريت وليبرال. بالترتيب كده، كونزرفاتيف اعلى واحده في الاكيورسي، يعني بتاع الدقه بتاع النتائج، وترتيب الاكيورسي تقل لحد الليبرال اقل اكيورسي. بس طبعا كل ما الاكيورسي بتزيد، كل ما التايم اللي بياخده استيميشن يزيد. فاحنا دلوقتي هنختار كونزرفاتيف، بس كده ندوس اوكي ونران السيميليشن. كده السيميليشن خلص. طيب الترانزينت اناليسيس من غير ما نعمل فيه اي حاجه، هو بيسيف لوحده. بيسيف حاجتين: اول حاجه الفولتج بتاع اي نود، يعني مثلا الفي اوتبوت او الفي انبوت. تاني حاجه الكرنت اللي طالع من اي بورت، زي البورت ده مثلا. طيب ازاي نرسم الاوتبوت؟ نخش على ريزلت دايركت بلوت مين فورم، نيجي على فولتج مثلا. لو عايزين نرسم الانبوت هندوس هنا على السلك ده، ده الانبوت بتاعنا. لو عاوزين نرسم الاوتبوت هندوس هنا، ده مثلا الاوتبوت. لو عاوزين نرسم الكرنت مثلا عند بتاع البورت ده، نيجي على كرنت وندوس على النقطة الحمراء دي. الأحمر ده هو الكرنت. طيب لو عاوزين نرسم الكرنت في أي نقطة تانية غير مش بورت مثلا، لو عاوزين مثلا نرسم الكرنت عند ال في أوتبوت، لو جينا دوسنا عند النقطة دي مثلا، هيكتب لنا هنا إن الكرنت ده نقطة كيبت أوتبوت. معناه إيه؟ معناه إن أنت مقلتلوش من الأول إنه يسيف الكرنت ده. طيب إزاي نقول له بقى يسيف الكرنت ده؟ في طريقتين. أول حاجة نيجي على Outputs to be saved select on schematic، وندوس على النود دي، أو ندوس على الترانزستور كله. مثلا لو دوسنا هنا، هنيجي هنا في الأوتبوت بتاعتنا، هنلاقيه لما ندوس على الترانزستور هيسيف كل الكرنتس اللي عند أي ترمينال بتاع الترانزستور. لو عملنا دلوقتي ران استيميليشن، كده خلص. ندخل نشوف الكرنت تاني، نرسم في نيو ويندو. مثلا لو دوسنا هنا، ده الكرنت عند النود دي. الطريقة التانية، ممكن نخش على Outputs Save All و Select Device Currents، نعلم على All. هنا هو هيسيف الكرنت عند أي نود في الدايرة، كل النود اللي في الدايرة هيسيف عندها الكرنت. كده عرفنا ازاي نرسم الكرنت عند أي نود والفولتج عند أي نود. طيب لو عاوزين نرسم مثلا اوبريتنج بوينت بتاع ترانزستور، ايه اللي ممكن نعمله؟ طيب الاول هنمسح الاوتبوت دي، لو جينا مثلا هنا دخلنا على الاوتبوت جيت اكسبريشن، نفتح الكالكوليتر الاول. لو اخترنا مثلا اوبريتنج بوينت ترانزيانت، وجينا مثلا على الترانزستور ده مثلا، وعاوزين نرسم الجي ام بتاعته مثلا، نشوفها ازاي بتتغير مع التايم.
كاجت اكسبريشن نسميها مثلا جي ام 1 واد بس اوكي. لو جينا نرسم هنلاقي طلع لنا فاليو واحده مش رسمه. ليه؟ الترانزنت اناليسيس بيعمل دي سي اوبريتنج بوينت عند اخر تايم بس، يعني مثلا عند تايم 1 مللي ثانيه، ده هو التايم اللي عمل عنده دي سي اوبريتنج بوينت، ودي الفاليو اللي عند التايم ده. طيب لو احنا عاوزين مثلا نشوف الجي ام ازاي بتتغير مع التايم، في طريقتين نعمل بيها الموضوع ده. اول طريقه نخش على ترانزنت اناليسيس ونخش على الاوبشنز بتاعته. ندخل على اوتبوت هنلاقي ان هنا متعلم على سيف فاينل اوبريتنج بوينت بوينت، ده معناه ان هو بيسيف الفاينل اوبريتنج بوينت بس. هنلاقي تحتيها خانه اسمها انفو تايمز، ممكن في الخانه دي نحدد اوقات نقول له اعمل عند الاوقات دي فول دي سي اوبريتنج بوينت. فمثلا لو مثلا دخلنا هنا مثلا 0.2 مللي 0.4 مللي 0.8 ندخل 0 اوكي. وجينا رنينا السيميليشن تاني هنلاقي رسم هنا ال جي ام ازاي بتتغير، بس رسم ال values بتاعتها عند النقط اللي احنا حددناها. طبعا لو عايزين الرسمة تطلع اسمها اكتر ممكن نحدد نقط اكتر. طيب في طريقة تانية، بدل ما اقعد انا احدد اوقات معينة اقول له ارسم عندها اعمل عندها دي سي اوبريتنج بوينت، في طريقة تانية ممكن نخليه يعمل دي سي اوبريتنج بوينت عند كل النقط بتاعة الترانزيت. ازاي نعمل الطريقة دي؟ عن طريق ان احنا بنفتح فولدر نكريت فيه فايل نسميه مثلا اي حاجة، مثلا نسميه انفرتر دوت اس سي اس، نفتحه ماشي. نرجع للسكيماتيك بتاعنا تاني، لو بصينا مثلا على الترانزستور ده هنلاقي اسمه ان ام 0، هنيجي في الفايل بتاعنا نقول نكتب سيف ان ام 0 نقطتين او بي بوينت. ممكن نقول له كمان نعمل الترانزستور التاني نفس الموضوع سيف بي ام 0 اوبريتنج بوينت، نسيف الفايل نقفل الفايل. بعد كده ندخل على ال ADL تاني، ندخل على setup model libraries، ندخل هنا ونفتح الفولدر تاني كنا حاطين في الفايل inverter .sts اوكي apply ونرسم تاني. واضح ان في مشكله في الفايل، رجعنا تاني بعد ما شفنا المشكلة. المشكلة كلها كانت ان الفايل ده المفروض ما تسيبش سبيس بين النقطتين دول والـ OB point. مش هنرجع تاني نقفل دي، ندخل هنا ونرن السيميليشن تاني. كده عمل رن السيميليشن. لو جينا شفنا الجي ام اللي مرسومة هنلاقيها ان هي نفسها اللي كانت مرسومة قبل كده. ليه؟ عشان انت لما بتقول له ارسم OBT أو Operating Point Transient بيرسم الحاجة
النتائج اللي بيرسمها اللي هي بتاع الانفو تايمز لاين. طب ازاي نقول له يرسم النتائج اللي احنا عملناها من الطريقة التانية دي؟ ندخل على تولز، بعد كده ريزلت براوزر، نلاقي في فولدرين، في فولدر اسمه ترانزيانت وفي فولدر اسمه ترانزيانت انفو. ترانزيانت انفو ده اللي بيسيف فيه النتائج اللي هي بتاع الانفو تايمز، ده مش اللي احنا عاوزينه، احنا عاوزين بتاع الطريقة التانية. ندخل على ترانزيانت، ندخل على ان ام زيرو مثلا، هنلاقي كل البارامترز بتاع الترانزستور ده موجود هنا. ندخل مثلا على جي ام، ندوس على رايت كليك بلوت سيجنال، هنلاقي رسم الجي ام ازاي بتتغير مع التايم. بس كده، ده كل اللي كنت عاوز اقوله في الفيديو، وان شاء الله نشوف فيديوهات تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.